بسم الله الرحمن الرحيم. دول 100 فدان يا باشمهندس، 100 فدان في الدبلوماسيين في طريق يعتبر طريق قصاد ارض البنا من على جنب الترياق. دول 200 فدان واجهه على الطريق بره 150 متر في عمق حوالي 2 كيلو و800 او 3 كيلو. ارض زي ما حضرتك شايفين، ارض رمليه ممتازه، تربه رمليه حمراء، ميه طبعا مفيش حد طبعا يناقش موضوع الميه دي في الدبلوماسيين. ارض معدنيه، ميه معدنيه، ده البير بتاعها. وش الميه 80 متر نازل حوالي بتاع 200 متر، تمام. اللهم صل على سيدنا. الارض دي كانت طبعا فيها 30 فدان مزروعين بصل، فيهم الشبكه الرئيسيه بتاعتهم. ده عنبر فراخ مبني خرسانات كله، مساحة كبيرة جدا. برضو هجيب لك الصورة، اقرب لك الصورة بتاعتها، كلها خرسانات. وده المخزن بتاعها، وده الطريق اللي ماسك الارض من على الطريق الرئيسي بتاع ارض البنا، كهرباء على حدودها. أرض ملف قرار 144، مدفوع الرسوم المعينة، واقف على الدفع. بالنسبة للكهرباء هنا كهرباء ريفي مش استثماري، الفرق اللي بين الاستثماري والريفي طبعا الأسعار. طبعا حضرتك جنبيك هي الطاقة الشمسية، أرض الدبلوماسيين علامة مميزة في وادي النطرون، علامة مميزة. أرض تربة مية أوراق، وفي انتظار سعادتك. ماشي، لو حاولت برضه، لو حاولت ماشي، مش عارف، خلاص مش مشكلة. يلا ولا ده العنبر حوالي 10 متر عرض، في حوالي بتاع 65 متر او 70 متر طول. خرسانات، كله خرسانات زي ما حضراتكم شايفين. ساحة 100 فدان، ارض تربة رملية ممتازة، مية ممتازة، ارض حمراء، قرار 144، فيها عنبر دواجن على مساحة حوالي 1000 متر، وفيها البير بتاعها، فيها شبكة رئيسية على 30 فدان. أرض غرب الدبلوماسيين قدام أرض البنا، أرض تربة حمراء ممتازة صالحة لجميع الزراعات، وجنبك زراعات من كل الاتجاهات زي ما حضراتكم شايفين. وده الطريق الأساسي بتاعها اللي يطلعك على جهاز الدبلوماسيين جوه. ودي الأراضي كلها اللي حواليها زرعة زي ما حضراتكم شايفين. ده البير، وده العنبر على حوالي بتاع 1000 متر، وده قدامنا أرض إبراهيم البنا على الطريق الرئيسي اللي مطلع على الطريق الإقليمي. بينه وبين الطريق الإقليمي حوالي 45 كيلو. شكرا.